كاس اولمو 86 كانت بطوله الحقيقه فيها اشتياق كبير جدا من جماهير الكره المصريه، لان احنا تقريبا حوالي 25 سنه ما خدناش البطوله، والبطوله بتتلعب في وعلى ارضنا وسط جماهيرنا. والحقيقه كان في مسؤوليه كبيره جدا ملقاه على اللعيبه بصفه خاصه، لان المباراه كانت على استاد القاهره، وانت عارف بقى طبعا المباراه بتقام في مصر، فلابد انت مطالب نمره واحد تاخد هذه البطوله، مش انك انت تكسب ماتش او تروح دور او 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 لا، انت كنت مطالب ان انت تاخد هذه البطوله. بدايه البطوله الحقيقه كانت سيئه بالنسبه لنا، يعني احنا اول مباراه كانت السنغال خسرنا 1-0، وتعهدنا الحقيقه ان المباراه خلاص بقى، يعني احنا المباراه دي بالنسبه لنا كانت خلاص ننساها يعني، ونبدا نفكر في اللي جاي. الحقيقه بعد كده المباريات توالت، والحقيقه الحمد لله كسبناها بفضل الله. كان مباراة اعتقد كوت ديفوار بعد كده، ثم موزمبيق، وصعدنا للدور التالي. مش عشان انا كنت في هذا الجيل، من اقوى الاجيال اللي قابلناها في تاريخ الكرة المصرية، تيم المغرب وتيم الكاميرون وانا ذاك. المباراة دي كانت مباراة تحضير ليها كان غير طبيعي. فيديوهات اتفرج على فرقة المغرب، طبعا كنا متابعين الماتشات اللي قبل كده بتاعتهم، لا واحنا قاعدين بنتفرج ومستر مايكي كان بيشرح البواطن القوه والضعف، كانش فيه ضعف، حضرنا كويس للماتش وقدرنا ان احنا نكسب الماتش 1-0 بهدف طبعا طاهر ابو زيد الشهير اللي حطه عكس اتجاه بدو الزاكي، والحمد لله صعدنا للنهائي. المباراه النهائيه كانت مباراه صعبه جدا، تتكلم في منتخب الكاميرون نكونو وسونجو، وعندك روجيميلا ومفيدا ولعيبه برضو يعني كنا بنسمع عنها في الاحلام، يعني لعيبه كانت محترفه في اوروبا يا جماعه. المباراه انتهت 0-0 في الوقت الاصلي، ثم بعد كده الاكسترا تايم مستر مايكل جمعنا. انا مش في دماغي خالص بقى ان انا يعني انا هشوط تالت واحد، لان احنا لما كنا بنعمل تدريبات الحمد لله فضلك كنت انا من ضمن الناس المميزين في ضربات الجزاء. قال لي مستر طارق جو فيرست. انت عارف اللي هو ايه؟ بيفوقك، اللي هو بيزعق في وشك جو فيرست. قلت له اوكي. انا ما ترددتش يعني اول ضربه جزاء انك تخش تشوطها في وجود العمالقه اللي موجودين. احساس كمان بعدم الخوف ده تملكني بطريقه غريبه جدا. فهو قال لي الجمله دي، قلت له اوكي. ربنا وفقني الحمد لله ودخلت، كان عندي ثقه كبيره جدا في الله والجماهير اللي كانت موجوده كلها، ودخلت حطيتها على يمين سونجو اعتقد، هو حتى راح ناحيه الشمال، كانت ضربه جزاء فارقه، لان البطوله دي لو كنا خسرناها كانت هتبقى مشكله كبيره جدا لمصر، ولان انت بعد فتره طويله جدا وعلى ارضك وسط جمهورك. فالحمد لله ربنا وفقنا في ان احنا ناخد هذه البطوله.